مشروع يعتبر تجسيد حقيقي لمعنى القيمة المحلية المضافة، استخدام مثل ما ذكر العرض المرئي مخلفات صناعة المصفاة الفحم الأخضر في توليد الطاقة الكهربائية، وأيضا كلسنة هذه المواد لإنتاج الحجر المكلسن، الحجر المكلسن الذي يستخدم بشكل كبير في صناعات الألمنيوم وصناعات الأخرى. أيضا من المنتجات المصاحبة لهذا المشروع هو إنتاج طاقة بما يقارب حوالي 25 أو 24 ميجا وات من الطاقة النظيفة، أيضا استخدام الحجر الجيري في إنتاج الجبسم، وهو يعتبر قيمة مضافة إضافية جدا لهذا المشروع. المشروع طبعا لا يولد أي انبعاثات كربونية، وهو يعتبر من المشاريع النظيفة. نفتخر حقيقة بمثل هذه المشاريع، شراكة محلية بما يقارب 45% وشراكة استراتيجية من شركاء في الهند ما يقارب 55% بتمويل من بعض البنوك المحلية.